Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila syabakati Sifu Sam. كيف حالكم جميعا أتمنى لكم في صحة وعافية في هذا اللقاء سنتحدث عن الحصان المتكبر كان الحصان الجميل يعيش في الغابة كان معجبا بجماله وبسرعة حركاته وفي يوم من الأيام كان الحصان يركض مقبلا ومدبرا فصادف فيلا فقال الحصان انظروا إلى الجسم الجميل وأرجلي القوية فقال الفيل في نفسه ما أسرع حركاته فقال الحصان وهو ضاحك متكبر لا أحد أجمل وأسرع مني فقال له الفيل يا حصان لا تتكبر فإن الله لا يحب المتكبرين في ذات يوم وقع الحصان على الأرض ولم يستطع أن يقوم بنفسه فجاء الفيل ورفعه بسهولة فتعجب الحصان من قوة الفيل وقال في نفسه ما أقوى جسمه ولكنه لم يتكبر مثلي فبكى الحصان نادما في هذه القصة نستطيع أن نأخذ العبرة منه أولا
la yuhibbullahu al-kibr 'ala al-makhluqati fil 'alami. Wa thaniyan al-kibr min sifatil mazmuma al-khasarah. Wa thalithan hayya na'mal al-hasanat wal-khairat 'ala kulli makhluqati. طيب نكتفي بهذا القدر. شكرا لكم على مشاهدتكم. لا تنسى الاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.